لانسي ناسيه مدرسه اسبانيه مصاريفها بالشيء الفلاني ما بيدخلهاش غير اولاد صفوه الشعب. بتقرر تدي منح لثلاث شباب فقراء جربانين بعد ما مدرستهم اتهدت، ناديه المسلمه وصامويل الكيوت وكريستيان الروش موت، وكل ابطال المسلسل المفروض ان سنهم 16 سنه. ده عثمان، يبقى طارق كابو بتاع الدفعه، ويبقى اخو مارينا برنسيست الدفعه. مارينا بتبتدي تعجب بصامويل الفقير، فعثمان بيضايقهم وبيقول لها يعني هي من قله الاولاد يعني؟ بتقول له لا، بقول لك ايه، هو انا مش عشان من سنتين دخلت في علاقه مع واحد وانا عندي 14 سنه وحملت منه واجهضته وبعد كده انت واصحابك ضربتوه لحد ما مات تقريبا، يبقى انا مش واعيه، انا دلوقتي كبرت وبقيت اخد احتياطاتي في العلاقه. ناديه البنت المسلمه الاميره بحجابها وهي بتتمشى في المدرسه عادي، سمعت اصوات استغفر الله العظيم كده، فراحت تشوف في ايه، فلقت ان عثمان بيعمل تبد لك مع له صاحبته في قلب المدرسه عادي، فبيتفق مع له ان هيقرب لناديه ويصاحبها وبعد كده يفقدها عذريتها ويصورها ويشرد لها في المدرسه عشان ما تفكرش تبتزه، بس عثمان بيعجب بيها بعد كده. كارلا وبولو اللي المفروض ان هم متصاحبين بيعزموا كريستيان الروش موت على حفله مارينا، وهناك بتتفق كارلا مع بولو انها تطلع فوق الاوضه مع كريستيان ومع بعض، وبولو هيصور صاحبته وهي مع كريستيان كنوع من انواع التغيير وكده. ففي مره عثمان اتضايق من المرقعه اللي كارلا بتعملها مع كريستيان، فراح لبولو قال له يا ابني انت سايب صاحبتك عماله تبعتر بكرامتك الارض مع الواد قدام المدرسه كده. قام بولو قال له اقول لك حاجه، انا اللي قايل لهم يعملوا كده، اصل انا راجل قوي واحنا الثلاثه هندخل في علاقه مع بعض. ده عمر اخو ناديه، زنت الشباب، حب يبقى مختلف فاتلف، بيتاجر في المخدرات وجي، كان بيبيع مخدرات لاندر ابن النظره بتاعت مدرسه اخته، وبعد كده الحوار اتطور فانباع له نفسه ودخل معاه في استغفر الله العظيم علاقه. وام اندر كانت عارفه ان عمر تاجر مخدرات، فرجعت مره من البيت لقت ابنها اللي ما كانتش تعرف انه جي بيرقص لعمر، فقامت متعصبه عليه وقالت له ايه ده؟ اللي انا شايفاه بعيني ده؟ بقى انا بعد العمر ده كله ابن انا يصاحب تاجر مخدرات؟ ينفع طيب؟ صامويل بيقرر يعمل حفله فقيره في بيته الفقير وبيعزم مارينا اللي مقرر انه يعترف لها بحبه، بس بيأجل موضوع عشان مارينا بتسكر لحد ما تغيبب معاها وما بتشوفش قدامها. تعرف على نان واخو صامويل اللي هي معجبه بيه، وهوب بيحصل بينهم حاجات في الحمام، فهوب بتقوله تعالى عندي البيت احسن، فهوب بيضربوا كرسي في الكلوب. عثمان راح حفله صامويل عشان يدور على اخته، وبياخد مع ناديه اللي بتسكر هناك وبتنزل معاه البسين. مارينا بتعترف لصامويل اللي هي كانت لسه مع اخوه انها بتحبه وانها عندها الايدز من علاقتها القديمه، استغفر الله العظيم. بس صامويل عشان ابن ناس قال لها ولا يهمك يا حبيبتي، برضه هنعمل علاقه سوا ما تقلقيش، وبيروح يحكي لعمر اللي بيحضنه ويقول له انت عرفت تعمل اللي انا ما عرفتش اعمله حرفيا، وبيحكي لنانو اللي بيروح يتخانق مع مارينا عشان تبعد عن اخوه، فقالت له لا ما ينفعش ما اعملش معاه علاقه، اصل انا طالما نويت يبقى لازم تتم ما فيهاش، ده هرموناتي تبص فيها، وبتقوم رايحه تتبل لك مع صامويل، وبعد كده بترجع تتخانق مع نانو وتبوسه بالدور مش هي صحيح. بولو من كتر ما علاقته اتطورت مع كريستيان وكارلا بيبتدي يعجب بكريستيان لوحده، فبيغريه ويخليه يشتغل كموديل في المجله لواحده من امهات ورئيس تحريرها عشان يغريه ويعمل علاقه معاه لوحده. بولو بالمناسبه ما عندوش اب، عنده 2 سالب في البيت، فبتقوم كارلا بتقول انت خنتنا، فبيفكسوا لبولو بتعيش مع كريستيان اصعب لحظات حياتها. عمر ابوه بيخطب له بنت واحد صاحبه، فبيروح يعيط لناديه ويقول لها الحقيني انا ما حدش يخصبني على الشخص اللي هيشبكني، فبتساعده انه يفركش الخطوبه عشان ما توقفش في طريق سعادته هو واندر. وفي اخر سيزون 1 بولو بيكتشف ان مارينا سرقت ساعه عليها معلومات خطيره عن ابو كارلا، قام قتلها من غير قصد، وطلع يجري فلقى كريستيان وكارلا بيعيشوا لحظه صعبه قوي في الحمام، فقال لهم معلش اجلوها شويه عشان انا في مشكله، فبيساعدوه عشان اللي كان بينهم. انت برضه ما تهونش اللي على اولاد الحرام، وبيلبسوا القضيه لنانو اللي بيدخل السجن. في سيزون 2 بيجي المدرسه 3 جداد، فاليريو اخو لو، وريبيكا اللي امها تاجرت مخدرات، وكايتانا بنت الداده بتاعت المدرسه بس بتخبي ده وبتعمل نفسها غنيه بنت ناس عشان تعيش معاهم حياه الاغنيه وتبقى ليلو ليلو وكده. فاليريو اخو لو بنكتشف ان كان في علاقه قديمه بينه وبين اخته، وبيحاول يغويها تاني طول المسلسل لحد ما فعلا بينجح في ده. هو في ايه؟ وصامويل بيقرر انه يدخل في علاقه مع كارلا عشان شاكك انها عارفه مين قتل مارينا، فبيروح يقول لها ما تيجي، فبتساله ونجيب مليجي، قال لها اه طبعا، فبتقول له طب بسرعه قبل ما الحاج يجي، كريمه ما تزعلش حد. اندرو وبولو في لحظه سكر كده استغفر الله العظيم مع بعض، فيقوم اندر يروح يقول له عمر انا خنتك عشان انا مش عارف تقييم علاقتنا دي ايه، احنا لازم الناس كلها تعرف. فيقوم عمر يقول له لو ده هيثبت لك انك ايه بحبك. وفي نفس الحفله ناديه بتروح تبوس عثمان وتقول له انا ماني سكرانه، فبتقوم ريبيكا تديهم مفتاح بيتها، وهوب شرف عم يوسف ابو ناديه بقى في الارض، يا فرحه امكم بيكوا والله. صامويل اللي بيشتغل في المخدرات مع ريبيكا بيفتح الباب في حفله من الحفلات اللي بتتعمل كل ربع ساعه دي، لقى فاليريو بيفلتر اخته، فقام قفش عليهم، وبعد كده فاليريو حكى لناديه اللي حصل، قامت قرفت منه هتمك، فقام فاليريو صور ناديه وهي مع عثمان في نفس المكان اللي ناديه قفشت عثمان فيه مع لو، اللي خدت الفيديو من فاليريو ونشرته للمدرسه كلها. حتى راس ابوكي في الطين، قولي لي ايه ذنبه المسكين، ده لو في يوم بيسالك عشان الناس بقوا تعبين.
هولو وكايتانا بيدخلوا في علاقه مع بعض بعد ما عرف انها فقيره، بس فضل يحمد ربنا كده كده محدش طايق ميتين امه طول المسلسل اصلا. وبعد كده فاليريو بيدخل معاهم علاقه ثلاثيه، هو بولو ما بيملاش عين بنت لوحده ليه يا جماعه. في السيزون الثالث بيظهر شاب اسمر سنغالي مسلم زي القمر اسمه مالك، وبيبتدي يتعرف على ناديه وعيلتها. فابو ناديه بيعجب بيه وبيقول له انت مثال للشاب الملتزم اللي هيصلح الحزن اللي ناديه عملته. لحد ما في حفله لو شافت مالك بيخون اخته مع عمر اخوها، فبتداري عليهم وبنكتشف ان مالك اصلا بيتودد لناديه عشان معجب باخوها، وده تطبيق لنظريه مهمه درسناها زمان وهي ان الوحشه تجيب الحلوه. كارلا بتتعرف على طالب جديد غني فشخ في المدرسه اسمه يوري، وفي نفس الوقت ابوها بيكتشف ان مصنعه فلس خلاص، فبيفضل يتحايل على بنته انها تصاحب يوري وتروح له البيت عشان تقنع يوري انه يستثمر في مصنع ابوها، وبيفضل يقنعها اللي هو يا بنتي ده مش عشاننا، ده عشان اسبانيا. اللي بتعمليه ده قمه الشرف والاخلاق والرقي. نهايه المسلسل كان نفسي ان بوليس الاداب يجي يلم شويه العيال دي بدل القرف اللي عمالين نشوفه، لكن للاسف ما حصلش. بولو بيموت وبيغطوا على قتله بعد ما اعترف ان هو اللي قتل مارينا، والشله بتتصالح وبيرجعوا كلهم ليلو 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 مع بعض. ما تنسوش تعملوا لي فولو هنا على الفيسبوك عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة. سلام.